سورة ياسين لها فضل عظيم، فهي لقضاء الحاجات ولتفريج الكروب، وتقرأ على الموتى. فعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، اقرؤوها على موتاكم. السبب في ذلك في استحباب العلماء لقراءة هذه السورة عند المحتضر أنها تشتمل على التوحيد وعلى الميعاد، كما أن فيها بشارة للمؤمن الذي يموت على التوحيد بالجنة والعاقبة الحسنة في الآخرة. من ذلك قوله تعالى: قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فسماع هذه الآية فيه بشارة للمؤمن في حال احتضاره، والاستبشار فيه تسهيل لخروج الروح من الجسد.